الذهب يا ريشينيرو في سمعكم باشيتيرو ثم الذهب يا مرحبا بكم. ونبداو بالسبور. انا كي كنت صغير كنقرا الجورنال كانوا دائما السبور يحطوه في الصفحه الاخرى، دونك انا نقرا الجورنال من الصفحه الاخرى ونجي طالع شكون بدا دائما باب السبور. دونك كي ندير لايف اليوم نبداو بالسبور. الو السبور اش عندنا؟ عندنا الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم دارت العار ودارت فضيحه اللي عمرها ما صرات. نهار 11 ديسمبر باش يتم توزيع الجوائز على احسن فرق، احسن مدرب، احسن لاعب، احسن 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 حارس، احسن كذا. الكونفدراليه الافريقيه مش عارفه علاش دارت هذه، كانت قادره من بعد تنحيهم يحطوهم مع ثلاثة اوائل باش ما تمرقاش، نحي الاتحاد العاصمة الجزائر، نحي من القائمة تاع الفرق اللي باش يتم يعني اللي مرشحة للفوز بلقب أحسن فريق أفريقي. ما نساش بلي الاتحاد العاصمة دا كأس لاكاف ودا كاس السوبر وهزم الاهلي، الاهلي اللي حطيتوهم من احسن الفرق، كيفاش اللي هزموا وداو كاس السوبر يتنحى من القائمه والاهلي بقى. وزيد كاين نادي دون الوداد البيضاوي اللي ما دا حتى شيء في المنافسات الافريقيه. لو كانت غير نقولوا مع المشتت حل العاصمه قال ما عليها سيدي، ولكن بعد يجي حتى في احسن لاعب يجي نحي لك رياض محرز اللي فاز بالبطوله البريطانيه وهي من اصعب واحسن بطولات في العالم، فاز بكاس بريطانيا وزاد فاز بكأس الأندية الأوروبية يعني الشامبيونز ليغ، لعب 45 مقابلة وسجل أهداف، كانت عنده تمريرات وكان يعول عليه. هذا اللي فاز بثلاث ألقاب في موسم واحد يجو ينحوه ويحط لي محمد صلاح اللي ما فاز بوالو. لو فاز بحاجه وحده محمد صلاح نقولوا اوكي الله بعدنا ما يمكن، ما فاز بوالو. وليفربول دار اسوء يعني موسم منذ 10 سنوات. على اي اساس تجيب تحط محمد صلاح؟ الناس كلها كانت تكلم على منافسه ما بين بونو حارس مرمى الفريق المغربي ومحرز، تاخذ تقولوا منافسة لأنه بونو الحق نصف نهائي لكأس العالم، فضله هو اللي المنتخب المغربي الحق لهذا المستوى، لأنه كان مقابلات وين في ضربة ترجيح هو اللي جاء يعني الفوز. نفس الشيء في اليوروليغ اللي ربح مع الفريق ديالو ضربة ترجيح في النهائي هو اللي جابها، يعني عنده واش يقدم باش الناس يشوفوا في منافسة ما بين محرز وبونو، واش جاب محمد صلاح في النص؟ درك باش يزيد نحيو بن شيخة خصهم ينحيو بن شيخة برك اللي في عام واحد ربح ثلاث ألقاب إفريقية، واحدة مع النهضة بركان المغربي، مع اتحاد العاصمة زوج أحكام، مع نهضة بركان دا السوبر كوب، مع الاتحاد العاصمة الفريق الجزائري دا السوبر كوب ولاكا، نسى باش ينحيوها، وباش مام لو كان يخليوه
باش ما يعطوش ليه لقب احسن مدرب. يعني شوف الافارقه تبقاو افارقه، هذا هو الغالب. تبس لي سلاف فان وكذا، وحنا كل حدنا بالنسبه لهذا العام نتكلم بكل موضوعيه. طبعا هنا محرز واتحاد العاصمه دفعوا ثمن سوء تصرف السلطات الرياضيه الجزائريه، سوء تصرف العصابه، لانه دفعوهم الثمن. انت تعمل منافسه تاع كره قدم في بلادك وتمنع فريق بجنبك باش يجي يشارك، ويجيك رئيس الفيفا ويجيك رئيس الكاف وبداه وتقولوا ايه ما تحتمش، كلهم بعد يروحوا للمطار باش يجيبوا مكان ورقهم. لا ما عطاناش التصريح باش تقولوا لا لا روح في الطياره واحده اخرى، ما شفتهاش هذيك دبر عليا باش نجي، تعرضني لعرس نجي في سيارتي، ما تقوليش احكم تاكسي. شو معنى تقولي احكم تاكسي ما جيش في سيارتك؟ هذه مره مصرف تصرف صبياني. ومن بعد ملي زعما قال دير الملعب على اسم نيلسون مونديلا لانه رئيس الكاف راهو من جنوب افريقيا، اي با انا عاد لك دفع اكثر، دفع اكثر من السياسه الصبيانيه اللي تنتهجها وتعذب في الشبان في اللاعبين الرياضيين ما حتى علاقه بالسياسه. باش يروح يلعب في المغرب اتحاد العاصمه، باش يروح يلعب في المرقد روح لتونس، من تونس احكم طياره وروح للمغرب. اي بورتون المغرب ما مناش ما غلقش الاجواء ديالو على الطائرات الجزائريه، خلي الطائره الجزائريه تروح، لما يروح في الطائره الجزائريه. المغرب ماهوش مانع ماهوش غالق، ما وصلش لمستوى الدناءه اللي وصلت له العصابه الحاكمه في الجزائر. هذا ندفعوا في الثمن اليوم، انك تحرم شاب كيما محرز من نيل اللقب اللي يبقى له في التاريخ. وعلاش؟ لانه تصرف صبياني تاع العصابه تاع البلاد اللي يلعب لها. كان بقى كان راح يلعب لفرنسا ما يصرالوش هذا الشيء. تجيب انت في حد العاصمه، علاش؟ فريق نال لقبين افريقيين، يعني هنا كي تنحيل تسمى باينه عيناني. باينه هذه ما تحسب بحتى جهه الا في افريقيا، لانه عندك رئيس الكاف يقول لك لا 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 لقجع، لقجع هو اللي يتصرف في الكاف. اسف عليهم اسف لا ما لا، حبطوا البوتيكا حبطوا الريدو اغلقوا البوتيكا وروحوا. انا ما نقولش لقجع لان ما نطيحش من الجزائر. تطيح من الجزائر اللي يقول لقجع هو يسمع يطيح من الجزائر. اللقجع اللي نعرفوه انه لما فريق الجزائر لعب مع فريق افريقي نسيت الاحمر، وهذا الفريق فضل يستقبل في المغرب، لقجع وضع كل شيء تحت تصرف بالماضي. لكن انا كنت ما يقولش كلام هذاك واقع. قال كنت تحت تصرف المدرب الجزائري. لكن خلينا اذا درك اللقجع من بعيد يمانيبولي ويصير في لاكاف، معليش انتم يديكم بالحنه ولا عندكم دراهم اكثر من المغرب، عندكم علاقات دخلتوا البوليزاريو للاتحاد الافريقي يعني. ايه وكاش ماكش قادر تخلي نادي تاع فوتبال في القائمه تاع المترشحين فوز باحسن بلقب احسن نادي افريقي. باش تضرب على البوليزاريو وي بصح، باش تضرب على فريق رياضي ولا على رياض محرز باش يكون يعني حقره بالنسبه لي. هذه حقره، والحقره هذه جات كرد فعل من رئيس الكاف. نقول رئيس الكاف يعني يشوف انه في العصابه الحاكمه في الجزائر كانت تصرف صبياني، تصرف صبياني ماهوش تصرف تاع دولة ولا تاع تدير الشان. عندك الله يبارك خلي الناس تجي تلعب، زعما كل هذه دايرها باش ما يلعبش المغرب باش ما يغلبناش في الجزائر. ها غلبوك غلبك السنغال
ياك مربح لا تاع لي جون اقل من 17 لا ربح تاع المربح شوي في ناريان كاع نربح شوي مي عيب التصرف هذا لا تصرف صبياني فوالا اليوم الرياضة الجزائرية تحت صد الشوك اللي زرعته عيسى بن حكيم كرسي ما قدرتوش تحصلوا عليه تماكا جاليبي بلاده في حرب وليبيا في فوتبال ما تبانش قدام الجزائر ما تبانش سمعت وما عندهمش بطولة جاو غلب الممثل ديالكم مرتين ضعف الاصوات اللي جاب وزادوا 8 بوربوار من عنده الاخر الممثل الجزائري جاب 15 صوت والممثل الليبي جاب 38 صوت يعني الدبلو زادوا 8 بوربوار احشموا شويه على روحكم يا ولاد الحرام احشموا شويه بهدلتوا بالجزائر في كل دورات بهذيله في كل دورات بهذيله ما كفاناش تبهدل تاع لاشين على الحليب على الماء على السميد على اللوبيا على العدس على السيارات على كلش لاشين طابورستان ولا تسمع الجزائر ما كفاش هذا زيد تروحوا للسبور قالوا علاش ما عطاوناش نظموا كاس افريقيا 2025 راه ما داوها بالكولاسه ولا داو بالكولاسه كولس انت يا وعيش ما تكولش فمك عليه الحنة ولا يكولس ماش قادر تكولس ها هي الأولى الثانية عندك ملاعب شوف شوف الماضي قالك ملاعب يوروا شوف ستاد تاع ستاد تاع برقي جديد جوال يجي تيلي كورنيل يسمو ينفض ينفض صباطو من الحركة ملعب تاع وهران ما عندوش عام تفتحها عاودو غلقو قالك نعاودو لا بيلوز واش تحب تنظم دا باش تنظم واش عندك تنظم يروح تنظم كاس العالم كما داروها القابزين يروح تنش حتى تنظم كاس العالم غير حلال تموت الغبيب ياسر عندك راي فكرتي قادر كان معسكر بوال على روحو مهترس ما على بالش وين راي الدنيا غير اللي خرب في الخو رئيس مجلس الأمة سينا 94 سنة في عمر بن علي وش مازال له طمع في الدنيا هذا وش مازال يحوس وفاش يقدم الجزائر الاخر جنرال دارمي قائد الحارس يتبع كي الكلب من اللور يتبع في تبو من اللور حكا الكرة جات كان رد السلاح نورمالمون والاخر ما على بالوش الثورة ما على بالوش ولا يجي يتبع فيه شحال 85 سنة في عمره يروح رقد على روحك فيك واش راكم قاعدين ديروا في البلاد هذه كلهم قيادة تاع فيوات واش راكم ديروا راكم خرجتوا من الاوربيت راكم عايشين في عالم اخر وربي قد الخير لبلادنا هذا باش نقولوا بلاد غير الفاسد الخوه غير الفاسد الخوه ما يقدروش ينحوا فاسدين شوف قسم لنا وشرع وصايب روح شوف قسم لنا وشرع وصايب شوف قسم لنا وشرع وصايب فاسدين على راس جامعه وعلى راس معهد علوم الاله اللي راح نتكلم عليه بعد الفاصل.